احنا نبي نعرف شنو الجديد. احنا عرفنا يمكن هالفترة انت قاعد تحضرين حق شيء جديد واختفيتي خلال هالفترة شوي، فنبي نعرف شنو الجديد رويدة المحروقي. شوف، في كذا شغلة، في شغلة يمكن أول مرة راح أجربها، بس يعني تجربة جديدة علي، بس ما أقدر أتكلم للحين بكز مثل ما كنت أقول لعيسى إن أنا إن شاء الله إن شاء الله عقب يعني على آخر الشهر عندي سفرة ومفروض أوقع، فما أقدر أتكلم قبل ما أنا فاينلايز الموضوع. لكن في أغنية يمكن بعض المتابعين يعرفون عنها أو الفانز عندي، لأن متكلمة عن الأغنية بس عمري ما غنيتها ولا حد يعرف تفاصيل عنها. ففاينلي إن شاء الله رح تنزل، بس مو بأغنية صيف، فأجهز حق أغنية صيف، أدور أغاني الصيف تكون خفيفة، بس هذه سلو، وصار لي فترة مجهزة الأغنية ومركبة صوتي، بس طبعا لأن تأخرت في طرح الأغنية فالحين شوية بغير يمكن بالكورال شوية أصوات التوزيع، بس فان شاء الله على شهر 10. زين، يعني ما نقدر نسمع شيء بسيط منها؟ ان شاء الله اتذكر. انا واحد بس احنا نحب الشيء الحصري. اوكي. صحيت في موعد صحوتي، فطرت ونزلت سيارتي، حطيت نفس الاغاني اللي احبها، مريت شربت قهوتي سكر وسط زي عادتي، كل حاجة مرت يا بابا في وقتها يا